فيلم كان لك معايا. الفيلم ده مع المخرجة روجينا باسيلي. المخرجة دي لسه مخرجة شابة جديدة. حضرتك ما كنتيش خايفة انك بترجعي للسينما تاني من خلال مخرجة لسه على اول السلم، لسه برضو ما عندهاش خبرة كبيرة؟ لا والله، يعني انا قعدت مع روجينا وقريت الموضوع وعجبني جدا، وهي متحمسة وعندها رؤية وعندها طموح، وانا بحب الانسان اللي هو يعني بيجري ورا طموحه. أيوة. وواثق من خطواته، وفعلا هي عملت الفيلم الحلو، وانا فعلا بحييها وبشكرها على مجهودها. والفيلم في النهاية يعني كان فيلم مشرف واخد جايزة، واتمنى لكل المخرجين الشباب فعلا ان هم يجتهدوا وانهم يثبتوا الفيجن بتاعهم والرؤيه بتاعتهم وحلمهم، لازم يحققوا حلمهم. صح ان شاء الله. يعني كده نقدر نقول ممكن نشوف حضرتك تاني في اعمال مع شباب جداد لسه في الاخراج او في الانتاج او في السيناريو؟ اكيد. حضرتك مرحبه بده؟ اكيد ان شاء أكيد. الله ان شاء الله ان شاء الله. مدام صفية، أنا بشكر حضرتك جدا على الفرصة العظيمة دي. من زمان كنت بتمنى أني أشوف بس حضرتك. لا أنا كمان النهاردة قاعدة قدام حضرتك وبتكلم معاكي في لقاء، ده شرف كبير جدا ليا. ربنا يخليكي. أنت عارفة أن أنا يعني مجهدة جدا لأني طول اليوم في مشاهدة أفلام، ولسه راجعة دلوقتي من رؤية فيلم، يعني ثالث فيلم في اليوم. فيعني عشان خاطرك وعشان خاطر اون تي في وعشان خاطر كل الناس الحلوه اللي زيك، طبعا يشرفني جدا ان انا اساهم ولو بجزء بسيط. يعني ميرسي جدا جدا لحضرتك، الشرف لينا احنا اكيد. ميرسي قوي قوي. شكرا يا حبيبتي. شكرا.